شكرا. اخيرا كابتن احمد، متشكر جدا اخيرا، صحيح، نعم، دم الواحد نشف. دمك نشف، صحيح والله يا طارق، كان الله في عونك. يعني توليت في وقت صعب جدا والدنيا ما كانتش حلوه، لكنه في النهايه حققت المراد وهو البقاء في الدوري الممتاز، ولسه عندك مشوار في الكاس. والله الحمد لله كابتن احمد، يعني تجربه صعبه جدا، خاصه يعني الفتره اللي فاتت ومشوار الفريق كان صعب جدا جدا، والفريق كان متدني بشكل كبير، ولحد عدد النقاط حتى كان فيه برضه الاستاذ فيصل في نسوء توفيق كبير جدا جدا في مباراه، لان الاولاد دي ادوا فيها بشكل كويس جدا، ولكن النتائج بتبقى عكسيه، واذا ما فيش شك اثر علينا حتى ترتيبنا اللي وصلنا ان احنا للنهايه قبل الاسبوع الاخير في مباراه النهارده، واللي ربنا كرمنا وكتبت لنا الفوز والبقاء للدوري الممتاز. واعتقد ده درس كبير جدا جدا، اولا لمجلس الاداره، ثانيا للاعبين، لان الموقف اللي احنا اتحطينا فيه اولا لا يليق بوادي دجله، ومفترض ان مكان اعلى من كده كتير جدا جدا جدا، وده يبقى درس في ترتيب الاوراق بشكل جيد جدا، لان اعتقد ان من موسم لموسم الدوري بيبقى اقوى واقوى، والدرس اللي احنا اتعلمناه السنه دي ده يعديش يعني طبعا مرور الكرام، فلابد نتعلم منه بشكل كبير. طيب عايز اسالك كابتن طارق، بعد البقاء بصعوبه وبعد هذه الدروس المتتاليه في الموسم صوتك ده، كابتن مش سامع، سامعني كده كابتن طارق؟ صوت واطي كده حضرتك سامعني؟ سامعك كده. بعد البقاء بصعوبه في المسابقه وهذه الدروس المتتاليه، يعني هل طارق العشري هيكمل مشواره مع دجله ولا كان عادك لنهايه الموسم بس؟ والله شوف كابتن احمد، انا يعني عشان اكون صادق معاك، انا كان كل تفكيري ان الامانه اللي مستر ماجد حطها في رقبتي انها ترجع له، والحمد لله يتبقى في دوري ممتاز. نعم، ما بفكرش ان انا اتواجد مع دجله او استمر مع دجله او ما استمرش مع دجله، قد استمر مع دجله وقد يكون طارق العشري في الدوري الممتاز في نادي اخر. فالهدف الحمد لله اتحقق، لسه برضو عندنا تكمله للدوري، ولسه عندنا مشوار الكاس. مشوار الكاس طبعا يعني فيه مفاجات كبيره جدا جدا بتحصل. فان شاء الله يعني اسلم الامانه، وبعد كده الله اعلم، انا مش عارف المستقبل هيكون فيه ايه. حصل اي حوار بينك وبين مهندس ماجد سامي؟ والله شوف يا كابتن احمد، انا يعني انا الاداره محترمه جدا طبعا جداً. طبعا يعني مستر ماجد وعلاء نور وحازم وكابتن علي بوجريشه، للامانه ما سابنيش من ساعه ما حطيت رجلي في وادي دجله، وهم ما سابنيش حتى في اصعب المواقف. نعم. للامانه ايديهم بايديا ومع الولاد، وكانوا عندهم امل كبير جدا جدا جدا، وعارفين ان احنا هنبقى في الدوري الممتاز، وكانوا بيبثوا الكلام ده سواء عن طريق المكافآت او التحفيز او الكلام. الامانه يعني انا يعني تشرفت للامانه بالتعامل مع هذه الاداره محترمه بروفيشنال، الوضع بشكل كويس جدا جدا جدا، ولذلك انا باكد ان النادي او تخطط له بشكل كويس جدا جدا جدا، ويعني اتحط له اهداف، ممكن النادي ده يكون في مكان احسن كده بكتير كتير كتير. اصعب تجربه مرت عليك السنه دي؟ الو، ايوه كابتن طارق، اصعب تجربه مرت عليك تجربه السنه دي؟ صعبه جدا جدا جدا، هي الاصعب. يمكن انت متابع معايا المشوار، انت حبيبي والله، من حرس الحدود. نعم، لكن في الاخر كانت الامور بتبقى، والحمد لله ده اصعب يعني مشوار في تاريخي، ان انا اتحط محل صعب. كابتن طارق بشكرك شكرا جزيلا.